سيدات وسادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذه المقابلة الخاصة التي أجريها مع دولة رئيس المجلس الوطني التأسيس التونسي السيد مصطفى بن جعفر. أهلا بك، وأجري معه هذه المقابلة الخاصة في استوديو المجلس الوزاري الأوروبي. والسؤال الأول الذي يؤرق التونسيين هو تكرر الاعتداءات السيد الرئيس من جانب مجموعات، البعض منها مسلح البعض غير مسلح، ضد فئات كثيرة من التونسيين. هذا السؤال مش هذا اللي أرق التونسيين، التونسيين اللي أرقهم هو مسألة التشغيل، مسألة الاستثمار في المناطق المحرومة التي هم منشت طوال مدة حكم بن علي. هذه هي القضايا التي تشغل بال التونسيين فقط. يعني بالطبع مش مشغلين مثلا بالاعتداءات السلفيين. بالطبع إذا كان الاعتداءات نضعها في حجمها ما هي إلا أحداث، ما ثماش بلد ديمقراطي ليست فيه أحداث من هذا الحجم. أما إذا كان ننطلق من الأشياء اللي هي استثنائية ونريد أن نعممها على تونس، يعني تونس اليوم قندهار وكل من يزور تونس يعلم أن ذلك غير صحيح، يعني ننطلق من حدث مؤرق بالنسبة للمسؤولين، لابد من التصدي يعني لمثل هذه الأحداث، لهذه التجاوزات بكل حزم. ويظهر لي وأن السيد وزير الداخلية في خطابه الأخير أكد وأن الاستراحة انتهت، لأن وقع تعامل بكثير من المرونة مع بعض الأحداث وهذه التجاوزات، هذه الاعتداءات اللي وقعت في عديد من الأماكن لكن تقع بشكل يعني حقيقة محدود بالنسبة للوضع في تونس الذي يعني استرجع بالنسبة أمنه. بالنسبة لحضرتك هي هذه الاعتداءات هي استثناء؟ بالطبع. يعني الاعتداء على رجال المسرح، الاعتداء على الصحفيين، على المثقفين، على الطلبة، يعني هذه استثناءات؟ لا، هذه استثناءات لأنها تقع مرة في الشهر، لكن عندما تجمع وكأنها يوميا تقع وتتكرر كل يوم، يعني تبدو وأن الصورة يعني فما محاولة لتشويه الوضع وصورة تونس في الخارج بالتعميم، بإعطاء فكرة وأن هذه الأحداث هي يومية. هذا مخالف للحقيقة. لا، ما هو جزء من الحقيقة أن الاعتداءات يومية. لا. وأن النساء يتعرضن، اسمح لي سيد رئيس، النساء يتعرضن للاعتداء والتحرش من قبل السلفيين في الحافلات العامة في النقل العام، يتم الاعتداء على الطلبة والطالبات، تم الاعتداء على الأساتذة، تم الاعتداء على رجال المسرح. إذا هذا ترى حضرتك أنت استثناء؟ طبعا هذا استثناء، لأن الشعب التونسي يتحرك يعني في إطار الأمن والطمأنينة في 99% من الحالات. هذه حالات ليست ظاهرة، هذه حالات تمر بها تونس بعد الثورة، بعد فترة انفلات أمني كامل وشامل سنة 2011، وشيئا فشيئا تعود تونس إلى الأمن، إلى الاستقرار. بالطبع فيه صعوبات لأن النظام التونسي اليوم هو نظام ديمقراطي حريص على احترام دولة القانون وأسس دولة القانون، يتعامل بشيء من المرونة، يحاول أن يتجنب الردع الصارم والقمع واستعمال العصا. كل هذه الأشياء لها انعكاساتها، ربما تخلق لدى البعض شعور بأن الدولة ليست بصدد القيام بكل ما هي مطالبة به. لكن ما هو شعورك أنت كرئيس المجلس التأسيسي؟ أنت كرئيس للمجلس، ما هو شعورك؟ هل الدولة قائمة بواجبها في حماية المواطنين؟ بالطبع في 99%، لكن فيه وقع التجاوزات اللي لم تواجهها الدولة أو الإدارة والجهاز الأمني بالصرامة المطلوبة. لماذا؟ لأن فيه تردد بالنسبة لمواطنين مناضلين قدامى كانوا ضحايا القمع، اليوم هم وراء في يدهم المقود، لكن نفس الشعور، نفس الرغبة في احترام الحريات. يعني مثلا وزير الداخلية عندما يقول سنطبق القانون، بالطبع سنواجه هؤلاء، بالطبع. هل تحتاج الدولة إلى أن تقول سنفعل؟ بالطبع. الدولة الحديثة الجديدة التي يسيرها مناضلون كانوا من أول ضحايا القمع قبل أن يقمع يتذكر الوضع الذي كان فيه في تحت نظام بن علي، وبالطبع هذا يدفع إلى التردد، إلى الحرص على
احترام الحريات على التخوف من أن جهاز الأمني يقوم هو بنفسه بتجاوزات، وأن نرجع إلى السيناريو القديم. هذه الهواجس الموجودة لدى المسؤولين هي التي جعلت هذا الشعور بالتردد وبنوع من الارتباك. لكن هذه فترة، هذه فترة انتهت. أنت ترى بأن هناك من يريد تشويه صورة تونس؟ بالطبع، كل من هو يعادي التمشي الديمقراطي والتغيير الذي حصل في تونس. من؟ أولا القوى التي كانت تعمل مع بن علي، وترى أن كل الامتيازات التي كانت بين أيديها هي في طريق الإضمحلال. حضرتك جزء من الائتلاف الحاكم في البلاد، خصومكم في الساحة السياسية وبالأساس، ويريت لم تكن لنا خصوم، لأننا دافعنا في وقت ما وما زالت الفكرة موجودة، دافعنا على بعث حكومة مصلحة وطنية تجمع كل الأطراف، لأن تونس اليوم لا تتحمل تجاذبات سياسية. تونس هي في مفترق الطرق، هي في منعرج بشكل أو بآخر، هي تمر بفترة دقيقة انتقالية تحدق بها العديد من المخاطر. لا بد من تجاوز هذه المرحلة بأقل التكاليف، وكان من الأفضل أن تكون كل القوى وراء المقود حتى نبعث للشعب التونسي وللمواطن التونسي رسالة تهدئة وطمأنة. لكن للأسف بقينا في السيناريو التقليدي، أغلبية من ناحية ومقابلها يعني أقلية، للأسف تبحث دائما على أحداث أكثر ما يمكن من الإرباك، ولم تقدم إلى جزء من الأحزاب الحاكمة عملت على شيطنة الإعلام واليسار والاتحاد العام التونسي للشغل. هؤلاء الذين يشوهون، هل هؤلاء يشوهون صورة البلاد؟ لا لا لا، فما الشيطنة وفما التشويه، هذا أشياء مختلفة. احنا لم نكن يوما ما مع الشيطنة، حتى في وقت بن علي حاول بن علي أن يشيطن الإسلاميين وأن يشيطن المعارضة. اليوم الحرية مطلقة في تونس، الحرية مطلقة وهي مكسب لسنا مستعدين. هل ترى بأن اليسار التونسي، هل ترى بأن الاتحاد العام التونسي للشغل، هل ترى بأن الإعلام التونسي بما فيه التلفزيونات الوطني يقوم بما يشوه؟ لا، هو يقوم بمهمته في إطار المهام تاعه. الاتحاد العام التونسي للشغل يدافع على مصالح منظوريه، الإعلام هو اليوم حر طليق، لكن بالطبع الإعلام ليس متكون يعني من كما يقال من ملائكة، يعني ما هم الكل ليست لهم خلفيات سياسية. الإعلام حر، فيه من يعمل بشكل موضوعي بشكل مهني، يعني التأكد من الخبر ولا يركز أو ينطلق من أخبار ليست موثوق بها، وهنالك جزء من الإعلام الذي هو مرتبط ببعض القوى السياسية، وهذه القوى تجذب إلى الوراء وهذا الإعلام يتابعها. يعني هذا كل شيء موجود في كل البلدان، موجود التجاذبات السياسية والإعلام المتنوع. قطاع الإعلام من القطاعات الحساسة في البلاد، مثل قطاع القضاء وقطاعات أخرى يجب إصلاحها، وهناك تقارير تم إنجازها من قبل الخبراء مشهود بكفاءتهم تونسيين، ومع ذلك الحكومة جرت الخطى ولم توافق مثلا على، لم تجدد للجنة العليا للانتخابات، لم توافق على تقارير لجنة إصلاح الإعلام وإلى غير ذلك. فلماذا تجر الخطى الحكومة للموافقة وإطلاق حظيرة الإصلاح في هذه المجالات؟ هي منشغلة بالعديد من القضايا، ولا يخفى على أحد يعني جسامة المسؤولية الملقاة على الحكومة في مرحلة انتقالية مثل المرحلة التي تمر بها تونس. لكن أنا متفق وأن فيه نوع من التباطؤ في على الأقل في حل قضيتين أعتبروهما يعني من القضايا الأساسية، وهي ما يتعلق بالإعلام، لأن اليوم الإعلام منفلت نوعا ما، ليست هنالك قواعد عمل، ليست هنالك أخلاقيات،
المهنية يعني تحذر وتغيب، بحيث لا بد من هيئة مستقلة تشرف على قطاع الإعلام السمعي البصري. والمشروع القانون أظن أنه سيطرح عن قريب أمام المجلس الوطني التأسيسي. نفس الشيء بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، وقد قلت في عديد المرات وأن هذه الهيئة يعني نحن محتاجين أو محتاجون لأن تبعث في أقرب وقت ممكن، لأن كل يوم هو يوم مربوح. خلينا نتحدث عن دورك أنت والمؤسسة متاعك اللي هي المجلس الوطني التأسيسي. بالأساس هي هذه السلطة الأصلية في البلاد، لأن هؤلاء أنتم منتخبون. بالطبع الحكومة منتخبة، ولكن تأتي في مرحلة، لا أقول في درجة ثانية، ليست ثانوية دورها، ولكن السلطة الأصلية هي بين 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 في ثانية بين أيديكم، توزيع بين توزيع السلط وتوزيع المهام. بالطبع كل شيء منبثق. أنتم انتخبتم الرئيس، أنتم اخترتم الحكومة. عندما نرى وقع الحياة اليومية وكأن الحكومة هي السلطة الأصلية والحكومة هي السلطة التنفيذية في نفس الوقت، ودور المجلس لأن في أغلبية سياسية من نوع معين تقريبا مهمش هكذا. مرة أخرى تشويه للصورة الحقيقية، لأن لم نقبل وأن هذا المجلس الوطني التأسيسي المنبثق من الإرادة الشعبية أول شيء صادق عليه هو قانون التوزيع الوقتي للسلطات، التنظيم الوقتي للسلطات. وهذا القانون الذي صادقنا عليه يوزع السلطات بين السلطة التأسيسية التشريعية والسلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية لها كما تعلمون رأسان، يعني السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة. يعني هذا التوزيع نحن كلنا مطالبون باحترام هذا التوزيع وليس فيه تدرج. بالطبع نحن السلطة الأصلية اللي انبثقت منها السلطة التنفيذية، لكن لا يعني وأننا لنا سلطة تنفيذية. ونتيجة لذلك بالطبع المواطن هو يعيش مع الممارسة اليومية التي في يد السلطة التنفيذية. سيد رئيس أستأذنك فاصلا. سيداتي سادتي، فاصل ثم نواصل الحوار مع حضرة رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر. أهلا بكم وأهلا برئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر. أنت تترأس، أنت تنتمي، أنت اشتراكي، أنت من حزب التكتل، ولكن يعني حتى نقرب الصورة أو الوصف أنت اشتراكي، لك موقع في هذا الائتلاف. أعطيني مثال عن تأثيرك كحزب اشتراكي أمام في التحالف فيه تغول من جانب حزب النهضة وسليلها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية حزب الرئيس منصور مرزوقي. والله تأثيري أنا لست كما قلت من مباشري السلطة التنفيذية، والتأثير لا يبدو بارزا للعيان، لكن على الأقل في شيئين، في أمرين أمكن للتكتل، مش لمصطفى بن جعفر، للتكتل أن يؤثر بشكل مباشر على المسار. أولا في عندما طرحت مسألة إدماج الشريعة في الدستور كان الموقف التكتل واضحا وصريحا، وشخصيا عبرت على ذلك، بل ربما في وقت من الأوقات طرحت إمكانية استقالتي من منصب رئاسة المجلس الوطني التأسيسي. الشيء الثاني عندما طرح برنامج الحكومة وقانون المالية التكميلي. بالطبع هذا البرنامج وهذا القانون لا يعكس توجهات التكتل، لأن التكتل ما هو إلا طرف من الأطراف، هو يعكس محاولة تأليفية وتوفيقية بين الأطراف الثلاثة وعدد من الشخصيات المستقلة التي تشارك في هذه الحكومة. لكن الشيء الواضح هو أن بصمات التكتل كانت بارزة في أن قرابة الربع من الميزانية خصصت لحل المشاكل الاجتماعية، وأن جزءا كبيرا من هذا الحجم من الاستثمارات خصص لمشاريع انبثقت من
خيارات الجهات عندما وقعت الاستشارة الجهوية وتنقل المسؤولون إلى هذه الجهات لتحديد أولويات هذه الجهات. هذا مثلان من جملة الأمثلة، لكن كما قلت نحن طرف، وطرف ليسنا نفس الحجم كحجم النهضة، هذا معروف، هذا يعني حسابي، لكن تنجم تصدقني وأن عندما تطرح مسائل جوهرية للتكتل تأثيره، ونحن في تجربة ديمقراطية، في تجربة عمل تشاركي ليست لنا فيه أي تقاليد، يعني نحن نصحح الخطى شيئا فشيئا، ونحن بصدد تصليح العديد من الأشياء وغرس هذه التقاليد، تقاليد العمل التشاركي يوما بعد يوم. خطاب النهضة في اتجاه الجمهور التونسي سواء كان من أصدقائها المحافظين أو الشعبويين جدا أو السلفيين، اصبروا على النهضة لأنها ستطبق الشريعة ولكن ستسير نحو الشريعة، ولكن أنا استمعت إلى نواب نواب لا لا نهضة. مهم كونك تقول أنا بعض نواب بالطبع نعم يقولون لسلفيين وحدث هذا أمامي عليكم الصبر، سنصل يعني أو سيصلون إلى تطبيق الشريعة ولكن بشكل تدرجي، وعندما نرى انتشار المدارس الدينية سواء كان من قبل النهضة أو من قبل المجموعات السلفية المتنوعة يمكن أن نتصور أن بعد 20 سنة طبيعة وذهنية الجيل الذي سينمو. هي حركة النهضة معروف وأنها حركة شعبية منتشرة انتشار كبير، مرت بحقبات زمنية طويلة في ظرف صمود ضد الدكتاتورية، قدمت تضحيات وبالطبع فيها تنوع. النهضة خلافا لما يمكن أن يفهم من بعض التدخلات ليست حركة منسجمة تمام الانسجام، فيها تيارات تشد إلى الوراء وفيها تيارات تدفع إلى الأمام، وهي منفتحة على القيم الكونية. ولا أدل على ذلك من أن بعد هذا المخاض حول مسألة الشريعة وإدراجها في الدستور انتهت قيادة النهضة بعد حوار معمق أظن لم أشارك فيه داخل حركة النهضة، لكن الثابت وأن سمعنا إلى عديد من النغمات، لكن في نهاية الأمر القيادة بعد التشاور مع قواعدها ومع إطاراتها أخذت موقفا ينسجم مع هذا التوجه نحو الانفتاح والانسجام مع المجتمع المدني والقوى الأخرى. يعني هذا لابد أن يحسب لها، أن تبقى إلى جانب ذلك العديد من المحاولات من بعض الأطراف مش من حركة النهضة، هنا لابد من التوضيح حتى لا يقع يعني تقع مغالطة. يعني هنالك قوى تحاول أن تشد تونس إلى الوراء، هذا ثابت، وتشد تونس إلى الوراء للرجوع إلى السلفية، وتشد تونس إلى الوراء للرجوع إلى نظام بن علي. لماذا تأخرت صياغة الدستور في بلد مثل تونس شعبها شعب متجانس؟ لم يتأخر ثقافياً عقائدياً مذهبياً. هذا من جملة الأخبار الزائفة. الدستور لم يتأخر، الدستور وعدنا بأن نتممه يوم 23 أكتوبر 2012. يقول الكثيرون لا يقول الكثيرون سيد رئيس أن تونس تضم من الخبرات سواء كان القانونية وعلم الاجتماع ورجال الاقتصاد وعلوم السياسية الذين كان يمكن أن يستعين بهم هذا المجلس الموقر ويصيغ الدستور في وقت أصغر من هذا. لا. حتى تستفيد تونس من الإمكانيات. نحن لنا بالطبع كلامك صحيح، لنا من الكفاءات ومن الخبراء ما يمكننا من صياغة دستور في أسبوع، لكن لم يكن هذا هو الخيار. الخيار هو تشريك كل المواطنين وكل مكونات المجتمع المدني حتى يستبطن التونسيون والتونسيات هذا الدستور الجديد لتونس الجديدة، هذا هو الخيار. واحد من أصدقائك الأوروبيين وصل إلى رئاسة الجمهورية في فرنسا، فرانسوا هولاند، ماذا تتوقع من علاقات فرنسا مع تونس مع المغرب العربي في ظل الحكم صديقك فرانسوا هولاند؟
أظن أولا لابد رغم أن عدم اتفاقنا مع الأنظمة السابقة ونحن لا نتدخل في الشأن الداخلي لفرنسا، نقول أن العلاقات بين تونس وفرنسا وفرنسا وبلدان المغرب العربي الكبير هي علاقات تقليدية وقديمة ووطيدة، يعني نسبة الاستثمارات والتبادل الاقتصادي وال يعني نسبة هامة وهامة جدا. ما ننتظره أن تقع ربما مراجعة النظرة في العلاقات، يعني في اتجاه أكثر اعتدال، أكثر احترام للإرادة التونسية، أكثر توازن، وربما حس مرهف في اتجاه وضع استراتيجية لتنمية مشتركة، وهذا بالطبع ننتظره بشيء من الحماس ومن السرعة من طرف الحكم الجديد في فرنسا الفريق الحاكم، لكن ننتظره من كل بلدان الاتحاد الأوروبي. ستترشح لرئاسة الجمهورية؟ حتى نعرف ما هو النظام السياسي، هل ترى هو نظام رئاسي أو نظام برلماني؟ يعني أنت ماذا تفضل؟ نحن نفضل نظام رئاسي معدل، يعني رئيس دولة منتخب مباشرة من المواطنين وله القدرة على أن يقوم بدور الحكم في حالة أزمة، وله الصلاحيات محددة حتى لا نرجع إلى الاستفراد بالحكم وإلى الحكم الفردي، لكن له الإمكانية في حصته أن يحل البرلمان في حالة أزمة. هذا تصورنا. هل هذا التصور هو أيضا خط أحمر؟ لا لا لا، لا ليس هنالك خط أحمر، لأنه لا يطرح قضايا جوهرية، هذه خيارات لابد أن نبحث عن التوافق. نعلم أن حركة النهضة هي تميل أكثر إلى النظام البرلماني، لكن العديد إن لم نقل أغلبية الأطراف الأخرى هي تميل إلى مثل هذا النظام المعدل، وأتصور أننا سنصل إلى وفاق في هذه المسألة كذلك. رئيس وزراء ليبيا السابق البغدادي محمودي معتقل في تونس، والحكومة وقعت على تسليمه إلى بلده حيث ربما قد يواجه عقوبة الإعدام، وهناك تقارير خاصة نشرت في فرنسا عن لقاءات بين ممثل عن النهضة ومع محامي ورئيس الاستخبارات الليبية مع محامي المحمودي في باريس من أجل أن يعود المحمودي إلى ليبيا أو يسلم شفرات الحسابات المالية. أنت في السلطة، ما هي معلوماتك؟ هل هذا الرجل أولا ما عنديش هالمعلومات هذه تقارير لست أدري يعني مدى صحتها ومدى مصداقيتها. المحامي يقول بأنه المحامي يقول بأنه عنده الحسابات أو وصل المطاعم والفندق أين أقام رئيس الاستخبارات الليبية وواحد من ممثلي النهضة للتفاوض على أن يعود المحمودي مع شفرات الحسابات. هذه أخبار لابد من التأكد منها، لكن القضية ليست على هذا المستوى، ولا أرى إمكانية إجراء مثل هذه الصفقات عندما نعلم كلنا وأن مسؤولين ليبيين في أعلى مستوى تنقلوا إلى تونس وزاروا تونس واستقبلناهم حتى في المجلس الوطني التأسيسي، سواء كان رئيس تسليمه إلى ليبيا. نعم، أنت مع تسليمه إلى ليبيا إذا توفرت الضمانات لمحاكمة عادلة. تتوفر فيها الآن؟ الآن في رأيي ليست متوفرة. سيد رئيس أنا أشكرك شكرا جزيلا.